لو قال إن دخلت بيت فلانة فأنت طالق، فلم تدخل، ثم بعد ذلك طلقها ثلاث تطليقات فلا بد من زوج ثاني، ثم بعد الزوج الثاني عادت إلى الأول، فلما عادت إلى الأول دخلت بيت فلانة فلا طلاق. وأما إن كانت بينونة صغرى وذلك كأن يطلقها واحدة فتنتهي عدتها ثم يعقد عليها بنكاح جديد وبمهر جديد فعادت إليه ثم دخلت بيت فلانة فإنها تطلق، إلا في حالة واحدة، لو أنه طلقها طلقة واحدة حتى انتهت عدتها فبانت منه بينونة صغرى، وفي أثناء البينونة الصغرى قبل أن يعقد عليها دخلت بيت فلانة، فلما دخلت بيت فلانة عقد عليها زوجها، فلما عقد عليها زوجها دخلت بيت فلانة فلا يحصل طلاق. فإذا إن كانت مبانة بينونة كبرى فلا تعود الصفة سواء وجدت حال البينونة أم لم توجد، وأما إن كانت بينونة صغرى فإنها تعود ما لم توجد حال الفراق.